أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في جولة صباحية مع الأسواق، وذلك بتاريخ 5 يوليو 2022. الأسواق ابتدأت تداولاتها مع الفترة الآسيوية بأنباء من البنك الاحتياطي الأسترالي الذي قام برفع أسعار الفائدة ب50 نقطة أساس، وأسعار الفائدة الآن في أستراليا عند 1.35%، وذلك الرفعة كانت لمجابهة التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ فرض الضرائب على الخدمات والسلع بمطلع الألفية. التضخم وصل في أستراليا إلى 5.1%، وأعتقد ذلك هو السبب الذي دفع صناع السياسة النقدية في أستراليا إلى مجابهته بشكل كبير والتوجه إلى رفعات متتالية في أسعار الفائدة، الآن الرفعة الثانية على التوالي ب50 نقطة أساس. يحظى حظ البنك الاحتياطي الأسترالي معظم البنوك المركزية حول العالم ويتجهون إلى تشديد السياسة النقدية، وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي الذي بعد أن رفع أسعار الفائدة ب75 نقطة أساس ننتظر أن يقوم في اجتماعه القادم شهر يوليو ب29 يوليو أن يقوم برفع أسعار الفائدة ب75 نقطة أساس مرة أخرى، وذلك من شأنه أن يعني يرفع من قيمة الدولار الأمريكي بشكل واضح أمام معظم نظرائه، وهذا ما نشهده حاليا. يوجد توقع لهذا الأمر بشكل كبير جدا. الوحيد الذي يتردد بعض الشيء في عملية رفع أسعار الفائدة هو المركزي الأوروبي، لذلك شهدنا اليورو يتراجع وبحدة أمام الدولار الأمريكي اليوم ويفقد مستويات 1.04 ويتداول دون مستوياتها قريبا من 1.0375. إجمالا ما ننتظره خلال تعاملات اليوم مهم جدا، وهو محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي للوقوف على مدى توجه أعضاء الفيدرالي الأمريكي نحو تشديد السياسة النقدية بشكل أسرع وأكبر خلال تعاملات هذا العام. الذهب عند مستويات الدعم النفسي فوقها تقريبا عند مستويات ال 1800 دولار للأونصة، يتداول الذهب عند ال 1805 حاليا وقت تسجيل هذا الفيديو، ومن المتوقع أن يفقد هذه المستويات بالاتجاه الهابط إذا ما كان هناك توجه أكبر لمزيد من قوة الدولار الأمريكي، وذلك بفعل تكهنات أن يكون عندنا رفع أسعار الفائدة. نتحدث عن التحليل الفني الخاص بالذهب. بالنسبة للذهب تظهر لنا قناة الانحدار الخطي اللينيان ريجريشن، تداول المعدن ضمن اتجاه هابط وذلك تحت مستويات ال 1820 دولار للأونصة. قد يبقى التداول دون مستويات ال 1820 على الاتجاه والانحدار نحو الأسفل، لكن يقف الحاجز التقني عند مستويات ال 1795 دولار للأونصة حاجزا مهما فاصلا بين الاتجاهات. إذا تمكن المعدن من كسر مستويات ال 1795 دولار للأونصة فهذا قد يشهد من خلال المعدن مزيدا من الضغط نحو المستويات الأدنى عند ال 1784 دولار للأونصة. طبعا ذلك يحتاج كسر وإغلاق واستقرار دون هذه المستويات. يجب نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن أي عودة إلى التداول فوق مستويات ال 1813 دولار للأونصة سوف يفتح مجال لارتفاعات بسيطة نحو ال 1820 دولار للأونصة، وأي اختراق للحد العلوي من قناة الانحدار الخطي الهابطة عند ال 1820 سوف يفتح المجال لارتفاعات وموجة صاعدة وإن كانت قصيرة المدى. في نهاية هذا الفيديو نتحدث عن النفط الذي تمكن من اختراق مستويات مرتفعة نسبيا، يعود للارتفاع موجة ارتفاع جديدة هو عند 108 دولار للبرميل، وسبب ذلك طبعا محدودية المعروض في ظل تزايد الطلب، وأوبك بلس تمتنع عن رفعة كبيرة في الإنتاج، هذا ما يسبب قلق نوعا ما في الأسواق، وبالتالي ما يحد من ارتفاعاته هو قوة في الدولار الأمريكي كذلك الأمر. بالنسبة للأسهم الأوروبية فهي حظت حذو الأسهم الآسيوية صباحا، ويعني تتداول على ارتفاع، مضاربون يحاولون اغتنام أي فرصة للارتفاعات خصوصا بعد موجة الانخفاضات الواضحة التي شهدتها الأسواق الأوروبية. بالنسبة لأسواق الأسهم الأمريكية فقد كانت مغلقة يوم أمس بفعل يوم الاستقلال الرابع من يوليو.